The figure shows two point charges of Q minus Q and a point P between them. If the magnitude of the total electric field at point P is 461, يبقى مدينا الـ E هنا, we'll find the number of electrons that make the charge minus Q. سواء Q أو minus Q, لو جبنا قيمة الـ Q نقسمها على شحنة الإلكترون. شحنة موجبة يطلع منها الـ E, شحنة سالبة يدخل عليها الـ E. المسافة من هنا لهنا زي من هنا لهنا, بيقول في النص 4 3, يبقى ده 5, يبقى 2.5 متر و2.5 متر. نقول كده ده E قيمته, وده برضو نفس الشيء E. هو مدينا الاتنين E ب4.61, يبقى هقول كده 2E اللي هي بتساوي, هي كل E بتساوي K في Q على R تربيع. فلو ضربت في 2 يبقى كده 2E. الاتنين E دي مدهاني ب4.61, إجمالي الإلكتريك فيلد هنا ب4.61 نيوتن أو فولت بير متر, نيوتن بير كولوم نفس الشيء. دي 9.10. الكيو مانيش عارفها, بس عارف المسافة 2.5 والربع كده. إذا الكيو بتساوي كذا كولوم, 4.61 في 2.5 تربيع على 18E9, طلعت الشحنة 1.6 × 10⁻⁷. إذا عدد الإلكترونات اللي بتشكل سواء البلس كيو أو الماينس كيو 1.6 × 10⁻⁷. طبعا بالنسبة للماينس كيو ممكن تحط ماينس, بس نفس الشيء تحط ماينس لشحنة الإلكترون. العدد طبعا لازم يطلع موجب, فلو قسمنا ده مع ده يروح, يبقى 10⁻⁶ مع −19, الفرق 12, يبقى 1 × 10^12 إلكترونز. An unconducting spherical shell with inner radius 0.2, outer radius 0.3 meter has a uniform volume charge density rho. بيقول the electric field at radius 0.4 meter from the center of the shell مدهوني 25 نيوتن بير كولوم pointing outward. بيقول what is the value of rho, طبعا rho تبقى موجبة اللي هي دي, لأن electric field خارج بره. واحنا عارفين ان الالكتريك فيلد او الفايل اول بتساوي الكيو انكلوزد على الابسلون نول. الالكتريك فيلد بتساوي اي اللي هو مدهاني في الاي اللي هي 4 π r² لان سطح كرة, في كوساين ثيتا عمودي على متجه الاريا, يعني الزاوية بينهم صفر, يعني ده بواحد, هتساوي الكيو انكلوزد اللي هو حجم كرة خارجية ناقص حجم كرة داخلية أو spherical. فنقول كده 4/3 π r الخارجي اللي هو 0.3, 4/3 π r تكعيب ناقص الداخلي في الرو, ودي الشحنة, والإبسلون نوت 8 8 5 4 10 سالب 12. طب الاريا هنا مساحة سطح كرة برضو, يبقى 4 π r² اللي هي 0.4 تربيع, وده بواحد, والإي قال لي 25, مفيش مجهول إلا الرو هيساوي كولوم على المتر المكعب. احنا عايزين ده, فنضرب شوية دول, والخمسة وعشرين في 4 π, أو نشيل الباي مع الباي أحسن, باي دي مع الباي دي, ونشيل الأربعة مع الأربعة, هيبقى 25
ضرب بوينت فور تربيع، التلاتة برضو تتضرب في 8.854 10 سالب 12. كده خلصنا كله. نقسم على بوينت ثري تكعيب ناقص بوينت تو تكعيب، طلعت 5.6 في 10 سالب 9، والوحدة كولوم على المتر المكعب. Electric charge is distributed uniformly with a linear charge density lambda بتساوي minus 5، اللمدة دي minus 5 نانو كولوم بير متر، over a wire with semicircular shape نص دايرة والradius بتاعها 8 سنتيمتر as shown below. A particle with Q minus 2 electron is released from rest at point A. طبعا هيحصل تنافر هيمشي بعيد. بيقول find its kinetic energy as far away distances، يعني بعد ما يفقد كل طاقة الوضع، يعني طاقة الحركة اللي هيكسبها far away هتساوي كل طاقة الوضع اللي هي ال V في ال Q، هتساوي ال V، نكتب الأول القانون، ال V بتساوي الشحنة الأول K في Q، الشحنة الكلية اللي على الواير على الار، نسميها ار كابيتال زي ما مديها لنا، وبعدين في الكيو. الكي 9 10 9، الكيو عبارة عن محيط نص دايرة يعني باي ار، باي ار في لمدة، دي اجمالي الشحنة، باي ار في اللمدة اللي هي بير يونت لينث، والار ممكن بقى اشطبهم مع بعض، الار مش لازم هي 8 سم بس مش لازم، اقدر اشطب دي مع دي. الكيو ماينس 2، طبعا 2 والالكترون اهو، وهنا برضو فيه ماينس 5 نانو كولوم، طبعا ماينس هتروح مع الماينس يبقوا بلس. كده نقدر نحسب الكيناتيك انرجي بتساوي 9 مع -9 يبقى 9 × 5 = 45 باي في 3.2 10 سالب 19، فطلعت 4.52 10 سالب 17 جول. يبقى الكيناتيك انرجي فار اواي القيمة دي. In the circuit shown, C1 equals 3 microfarad و C2 9 microfarad. Both capacitors are initial and charged. When switch S is at position 1، يعني هنملى C1 بشحنة، capacitor C1 becomes fully charged. Then switch is placed at position 2، يبقى هيعمل discharge. And the energy stored in capacitor C2 مدهاني، وبالتالي أقدر أحسب الفولت عليه اللي هو هيساوي نفس الفولت على السي 1، طالما السي 1 مع السي 2 في دايره واحده تفضل تنتقل الشحنه لغايه ما الفولتج يتساوى. فلو عرفت الفولت هنا اقدر اعرف الفولت هنا، وطالب الابسلون، وبالتالي لو عرفت الفولت هنا وعرفت الشحنه الكليه اللي كانت على سي 1 اقدر اعرف الابسلون. الاول نبدا من الطاقه اللي مدهاني متخزنه في سي 2. الطاقه بتساوي ايه؟ بتساوي نص سي 2 نص في نص كيو في او نص سي 2 في سكويرد، طبعا 2 عارفين اليو ب 8 مايكرو يعني 8 في 10 سالب 6، والسي 2 اللي هي 9 مايكرو، إذن V2 بتساوي كذا فولت، يبقى 16 × 9، وده راحوا مع بعض واخد لها الجذر، يعني 4/3 فولت. إذن V1 بتساوي 4/3 فولت. طيب نقدر نعرف الشحنة هنا كام والشحنة هنا كام؟
مجموع الشحنات دي اللي هنا على على التو كاباسيتورز كانوا موجودين على السي 1 قبل ما يعمل ديسشارج. اذا الكيو توتال بتساوي سي 1 في 1 زائد سي 2 في 2، طبعا الفي مشتركه، سي 1 زائد سي 2 في الفي، الفي 4 على 3 اللي على ده. الفولتج هنا نفس الفولتج هنا بس الكاباستنس مختلفة، هنا 3 مايكرو وهنا 9 مايكرو، يعني 3 و9 12 في 4 على 3، يعني طلع 16 مايكرو كله. يبقى دي الشحنة الكلية اللي كانت على السي 1، يبقى دي كانت شحنة سي 1 قبل ما يعمل ديس تشارج. اذا احنا عندنا الشحنة بتساوي ايه؟ بتساوي السي في الفي، الفي دي اللي هي الابسلون المطلوبة، والسي هنا هنقول سي 1 ودي شحنة 1 قبل ما يعمل ديس تشارج. امال الشحنة دي اللي كانت سي 1 في في دي بعد ما عمل ديس تشارج. طب الشحنة الكلية 16 مايكرو والسي 1 3 مايكرو فراد، اقدر اعرف الابسلون 16 على 3، اذا الابسلون 16 على 3 يعني 5 و1 على 3 يعني 5 3 3 3 فولت. In the circuit shown below the potential difference VAB is 2 volt. من هنا لهنا يعني الحتة دي كده عاملة 2 فولت. Find the terminal voltage of the battery with electromotive force epsilon. يعني مدينا electromotive force رمزها epsilon، في واحد هنا اوم. لو عرفنا التيار اقدر اعرف الابسلون، بس هو مش عايز الابسلون، هو عايز التيرمينال فولتج، يعني عايز من هنا لهنا. طيب يعني الحتة لو عرفت الاي اقدر اعرف التيرمينال. احنا عارفين ان الفولت اي بي بيساوي التيار في الخمسة اوم، مفيش الا بس مقاومة واحدة، وعارفين ان ده باتنين، اذا الاي 2 على 5.4 امبير. اذا الفي اوت اللي هو التيرمينال بتساوي ايه؟ بتساوي مجموع المقاومات في الاي 4 زائد 5 9 يعني في الاي. طب ده 0.4 ودول 9 يعني 3.6 فولت. لو كان طلب الابسلون كنت قلت ايه؟ كنت قلت 1 زائد 4 زائد 5 في الاي، كانت ساعتها تبقى 4 فولت. At t equal 0 second we close the switch S. After a long time, find the electric energy stored in capacitor C1. بعد ما وقت طويل ويستقر الفولت، هيبقى الفولت هنا قد هنا بالظبط. فلو عرفت الفولت هنا اقدر اعرف الفولت هنا، وبالتالي اقدر اعرف الالكتريك انرجي اللي متخزنه. الاول نقول الدايره دي لو درستها هقول 40 والسيجما الفولت يساوي 0 على اللوب اللي انا راسمها دي. 40 ناقص عندنا هنا 1 و18 1، نقول 1 18 1 في الاي يساوي 0. اذا الاي 40 على 20 2 امبير. طالما 2 امبير يبقى ال V A B، ال V A B اللي هو زي ال V كاباستور، هتساوي ال I في ال R. ال R بواحد وال I باتنين هيساوي 2 فولت. عرفنا ال V اللي هتكون على الكاباستور، وبالتالي نقول ان ال U بتساوي نص ال C في ال V تربيع. ده 2 والسي ب10 مايكرو يبقى 20 مايكرو كولوم.
In the circuit shown below, find the currents I1 and I2. I1 وI2. نقدر ندرس اللوب الكبيرة، فدينا معادلة في I1، واللوب العلوية دي دينا معادلة في I2، واحنا عارفين ان I1 زائد I2 اتجمعوا ييجوا هنا مع بعض، نسميها I3. فأقول سيجما الفولت يساوي صفر على الأوتر لوب، والاتجاه الموجب كده، فهقول 15، نشيل منها 10 I1 وخمسة I3 يساوي صفر. واللوب الأبر اللي هي اللي فوق دي هتبقى 10 ماينس 5 I2 وماينس 5 I3 يساوي صفر. وعند النقطة دي نطبق الـ KCL، نقول ان I1 مع I2 ناقص I3 يساوي صفر. I1 زائد I2 ناقص I3 يساوي صفر. هسمي المعادلة دي رقم 1 2 3. solving يديني I1 بكذا و I2 بكذا و I3 طبعا لو احنا عايزين نعرفها، بس احنا عايزين بس I1 و I2. شوفوا حل المعادلات ازاي. هقول مود 5، ثلاث معادلات في ثلاث مجاهيل. المعادلة الأولى دي فيها سالب 10 I1، أو ممكن نقول نودي دول من هناك، هتبقى 10 I1، مفيش I2 يبقى صفر، I3 بخمسة، والحد المطلق لوحده 15. في المعادلة الثانية مفيش I، دول هيروحوا من هناك، لازم الرقم اللي بدون مجاهيل يكون لوحده، فهسيب ده هنا ودول هناك، مفيش I1 يبقى صفر. I2 ب5 لأن راحت هناك موجب، و I3 ب5، والحد المطلق ده 10. هنا كلهم في اتجاه واحد، مفيش هنا بصفر، يبقى I1 أحط 1، وال I2 برضه ب1، وال I3 بماينس 1، والحد المطلق ده بصفر. 4 على 5 يعني 0.8. 0.6 ده لازم يطلع 1.4 طبعا، 7 على 5 يعني 1.4. احنا عايزين I1 و I2. A proton traveling 1.7 كيلومتر بير سكند، يعني 1700 متر بير سكند، in x direction enters a uniform magnetic field B and exits the field along y axis direction. The proton travels a distance، المسافة دي على بعضها اللي هي ربع دايرة، 2.7 سنتيمتر inside the field. Will you find the magnitude and direction of the magnetic field؟ لو نجيب الدايركشن أسهل، السرعة بالاتجاه ده، فعند أي نقطة ناخدها كده، ولو ال V كده، إحنا الفرصة أهي هتودي ناحية المركز، لأن عنده acceleration اتجاه المركز اللي هي V سكوير على R. طب الفرصة كده، ادي الفي اهي، لو كانت البي لجوه يبقى ده الفورس كده صح، يبقى الفي اهي البي لجوه، يبقى البي از انتو بيج، ده الاتجاه. طب والقيمه نعرفها من القانون، هي الار بتساوي ام في الفي على الكيو في البي. نعوض قيمة قيمة، ال R احنا عندنا الطول ده 2.7 سنتي، يعني 2 باي R على 4 يساوي 0.027. يبقى معنى كده ان ال R بتساوي ايه؟ 4.027، ده طول المسار على
2 باي ار، 2 باي، احنا عايزين الار، يبقى 4 في القيمة دي على 2 باي، خلاص كده. والماس بتاع بروتون 1.67 10 سالب 27، البي ال ب 1700. الكيو بتاعت البروتون زي الالكترون بس بالموجب، والبي مجهولة، احنا عرفنا اتجاهها، عايزين بقى نعرف قيمتها بالتسلا. احنا عايزين دي، يبقى اجيب شوية دول هنا لو ناخد بس مقام، 1.617 سالب 27 الكتلة وادي السرعة، وتحت عندنا القيمة دي اللي هي 4 في 0.027، 2 بقى تبقى فوق، بس نضرب الأول في 1.610 سالب 19، بعدين أطلع فوق وأضرب في 2 باي، تطلع البي 1 في 10 سالب 3 تسلا، يعني 1 ملي تسلا. A long straight wire carries a current 75 ampere along the x-axis. At one instant, a proton is found to be moving along the y-axis with a speed 100 km per second. If B equals 5 cm, determine the magnitude and direction of the acceleration of proton. عايزين نعرف اتجاهها وقيمتها. اتجاهها اتجاه الفورس، الكرنت اهو، يبقى الـ B طالع لبره، ده البي، مرة تاني الكرنت اهو، يبقى البي لبره، بدل احط ايدي مع الفي واروح للبي، يبقى ادي الفورس، والزاوية بين الفي والبي 90 درجة، يبقى عرفنا ان الاكسلريشن في اتجاه البلس ار. طيب محتاجين نعرف دلوقتي الفورس، الفورس بتساوي الكيو في الفي كروس البي، يبقى لازم اعرف البي الاول. البي بتساوي الاي على 2 الاول الميو نوت على 2 باي ار، ميو نوت على 2 باي فاي على ار، يعني 2 10 سالب 7، لان دي 4 10 سالب 7 على 2 باي، يروح 2 باي مع 4 باي بقى 2، والاي قال لي 75 والبي مسافتها 5 سنتي، يطلع بالتسلا 150 على 0.05 في 1.10 سالب 7، فطلع 3.10 سالب 4. الفورس بتساوي الكيو في الفي كروس البي، زاوية بينهم 90 درجة، وبالتالي الساين 90 بواحد. الكيو بتاع هو ايه؟ علينا بروتون، يبقى 1.610 سالب 19، ادي الشحنة، هو موجب طبعا فاتجاهات صح كده، لو كان سالب كان يبقى الفورس العكس. الفي قال لي 100 بس كيلو، والبي قال يبقى الفورس الرقم ده في 100 اي 3 في 1.6 اي سالب 19، طلعت 4 الفورس 4.8 10 سالب 18 نيوتن، واحنا عارفين من قانون نيوتن الثاني الاف بتساوي الام في الايه، الاف اهي، والام بتاعت البروتون 1.67، تلاقيها في الكفر بيج في الامتحان او شوفها من اللي جنبك، يبقى هقسم على 1.67 10 سالب 27، تطلع الاكسلريشن 2.87 في 10.9 متر بير سكند تربيع. The figure shows a long and straight wire carrying current I1 اللي هو ده and a rectangular loop carrying current I2. Find the net magnetic force F net acting on the loop. يبقى احنا عندنا اربع افرع مع التيار اللي ماشي في الواير اللي على اليسار.
بين اي واحد واي اتنين في الفرع الرأسي ده قوة تنافر، قوة تنافر ايوة لان عكس بعض، فنقول اف ون احنا يهمنا على الريكتانجل بين الفرع اليمين ده كلها الاتنين نفس الاتجاه يبقى تجاذب، بس اكيد اف واحد اكبر من اف اتنين لان المسافة اقل. الاتنين الافقيين دول وعكس بعض وبالتالي القوة متساوية وعكس بعض نفس الطول، فنطلعهم بره الحسبة. يبقى عندنا الـ F net هي الـ F1 minus الـ F2، وهي الـ F بتساوي ايه؟ بتساوي ميو نوت 2 باي I 1 I 2 L على الـ R اللي بينهم. طيب F1 و F2 نفس الشيء هنا ونفس الشيء ونفس الطول بس الـ R مختلف، دي على دي باتنين في 10 سالب 7 لان 4 باي 10 سالب 7 مع 2 باي. اي 1 اللي هي 30، اي 2 ب 50، ده كله مشترك. الطول نفس الشيء 0.2، الاختلاف في الار مره 5 سنتي ومره 20 سنتي، يبقى الفورس 2 أس سالب 7 في 1500.2، 1 على 0.05، 1 على 0.2، 9 × 10⁴ نيوتن. Three pointed charges lie at the vertices of an equilateral triangle as shown. المثلث متساوي الأضلاع وعندنا ثلاث شحنات. All three charges have the same magnitude. But charge one is positive. Q and three are negative. But the net electric force that charges two and three exert on charge one is in X positive ولا minus ولا plus Y ولا minus Y. احنا نحط القوة بعدين نشوف. الماينس احنا عايزين تأثير 2 و 3 على 1، الماينس مع البلس اتراكشن، يبقى في اف كده نسميها اف 2 مثلا، اف 2 على 1 وماينس مع بلس برضو اتراكشن، اف 3 على 1. لو خدنا ده اكس وده واي، طبعا المسافات متساوية والشحن متساوية، يبقى F2 يساوي F3. لو سمينا دي ثيتا هيبقى Fx في اتجاه الـ X يعني الريزلتنت بتساوي F2 كوساين ثيتا بلس F3 برضو كوساين ثيتا. أما F في اتجاه الـ Y لفوق F2 ساين ثيتا ناقص لتحت F3 سين ثيتا. F2 تساوي F3 وثيتا تساوي ثيتا، يبقى ده يساوي صفر وده يساوي 2F كوساين ثيتا، يبقى المحصلة ال F resultant تساوي Fx قيمتها 2F كوساين ثيتا. هو ما طلبش يحسبها، قال لي بس في انه اتجاه، طبعا واضح ان هي في اتجاه البوزيتيف X direction. The figure shows six pointed charges that all lie in the same plane and four closed surfaces اللي هم من A, B, C, D اللي مرسومين. بيقول rank surfaces A, B, C and D in order of the electric flux through them most positive to most negative، يعني البوزيتيف الأول وبعدين النيجاتيف. هنكتب الأول الفاي هو عايز الفلكس، اللي هي الفلكس بتساوي الكيو انكلوزد داخل السيرفس على الابسلون نوت، الابسلون نوت ثابت وبالتالي اللي هيأثر معانا هو الكيو بس، يبقى هقول كده فاي اي الى فاي بي الى فاي سي الى فاي دي. تعالوا نحسب الشحنات اللي جوه. الفاي اي السيرفس الاخضر ده جوه ماينس 9 و 9 و 5، يبقى ماينس 9 وتسعة وخمسة. الفاي بي
واحد وتسعة وماينس عشرة، واحد وتسعة وماينس عشرة، ده بلس ده بلس. هنا خمسة وهنا صفر. تعالوا نشوف السي، السي اللي هو ده الأصفر ماينس تسعة وزائد تمانية يعني ماينس واحد. الدي اللي هو الكل اللي شامل كل حاجة هيبقى ماينس، احنا ما خدناش البي، لا خلصنا البي خلاص. البي جواه واحد وتسعة وماينس عشرة، دول اللي جوه البي. نكمل طبعا، بلس خمسة وماينس تسعة، دول اللي جوه الايه مع ده، هو بلس تمانية، ده اللي جوه الدي، كل حاجة جوه الدي. ماينس عشرة مع دول عشرة خلاص، وتسعة يبقى تبقى ماينس واحد، يبقى بلس أربعة. فأكبر بوزيتيف اللي هو الإيه، ثم الدي، ثم البي لأن صفر، ثم الماينس واحد اللي هو السي. يا ترى هل الاختيار ده A دي بي سي؟ A دي بي سي اللي هو الاختيار سي. Which statement is true for negative charge moving in the direction of an electric field؟ عندنا electric field وليكن اتجاهه كده، وفي شحنة سالبة بتتحرك فيه. فمثلا هنا V واحد وهنا V اتنين، طبعا V واحد أكبر من V اتنين. بيسألني عن حاجتين، عن الورك وعن البوتنشال انرجي. الورك اللي بيبذله الفيلد عليه، ذا فيلد داز مش خارجي من الالكتريك فيلد، بيبذل كيو في. لو اتحرك مثلا من هنا لهنا يبقى في واحد ناقص في اتنين. الرقم ده موجب ولا سالب؟ في واحد اكبر من في اتنين يبقى ده بوزيتيف، لكن الشحنة نيجاتيف، يبقى في النهاية الجواب نيجاتيف. فمبدئيا كده لازم نختار ده بوزيتيف غلط وده غلط، يبقى لازم اختار يا ده يا ده. فاضل البوتنشال، البوتنشال بيزيد ولا بيقل؟ هو كانت هنا مثلا وبقت هنا، فالبوتنشال واحد يو واحد بتساوي اي كيو في في ون، اليو اتنين بتساوي كيو في في تو. طيب في ون اكبر، في ون اكبر من في اتنين، من في اتنين، وده نيجاتيف ما ننساش، ده نيجاتيف وده نيجاتيف. طيب يبقى ده سالب، الاتنين سالب صحيح، لكن هنا اكبر، النيجاتيف هنا اكبر لان الفي ون اكبر، الفي واحد اكبر من في اتنين، والاتنين سوالب، يبقى اليو اتنين اكبر من اليو واحد، يبقى البوتنشال انرجي عمال يزيد، يبقى نختار البوتنشال انرجي عمال يزيد، يبقى دي الاجابة الصحيحة. البوتنشال انرجي ما بيقلش ليه؟ لان الفي واحد اكبر من الفي اتنين، لو كانت دي موجبة كان قل، لكن عشان دي سالبة وده اكبر من ده، يبقى السالب هنا كبير والسالب هنا شوية، يبقى ده اكبر من ده، يبقى البوتنشال انرجي عمال يزيد. A cylindrical capacitor C note has radii 2 cm and 4 cm. نكتب بس القانون الأول، الكاباستنس C لكل وحدة طول بتساوي 2 باي إبسلون نوت على لين R الخارجي ناقص R الداخلي. طب بيقول لي ده 4 وده 2، we change the radii to 4 and 16 respectively. The new capacitor will be يعني عايز الكاباستنس الجديدة، لو ده سي نوت، خلينا نقول السي إلى السي نوت بتساوي إيه؟ بتساوي 2 باي إبسلون نوت على لين، الجديد قال لي 16 و4، طبعا مش لازم تحول، إن التحويل يضيع بعضه، 2 باي إبسلون نوت على لين هنا 4 و2،
طيب هشيل دول مع دول، هيبقى لين 4 اللي هو الرقم ده، واحد طبعا عليه، واحد على الانسر يعني 0.732 الى واحد على لين 2 اللي هو واحد على 4.43. طبعا القسم ده عدده هيديني 2.732 يعني 1 الى 2. طيب هو دلوقتي بيسألني على سي الى سي نوت، النيو كاباستنس هتبقى 1 الى 2 او سي نوت على 2، ده صح، يبقى الجديد نص الاصلي، يعني الجديد يساوي سي نوت على 2، نص يعني سي نوت على 2. The figure shows the cross section of a conducting rod that carries a current I. الI ماشي فيه من أوله لآخره. بيقول FE denotes the electric field inside the rod. طبعا الE هيختلف لأن الI صحيح ثابتة لكن الأريا مختلفة، وبالتالي الJ مختلفة. الE بتساوي عارفين الرو في الJ، الJ اللي هي I على A. الI ثابتة والرو بتاعت المادة ثابتة لكن الايه مختلف. بيقول A B C، خلاص A B C، بيقول انا عايز مين الايه الاكبر، الاي ولا البي ولا السي ولا متساويين وهكذا. طبعا مش متساويين لان الايه مش متساوي، هنقول كده الاي اي الى الاي بي الى الاي سي بتساوي رو اي على اي بتاعت الاي، الاريا بتاعت الاي، رو على الاي، رو في اي على الاي بتاعت البي، رو في اي على الاي بتاعت السي. لو شطبنا الرو والاي هيبقوا نسبهم الى بعض ايه، واحد على الاريا اي، واحد على الاريا بي، واحد على الاريا سي. الاريا سي اصغر واحدة، يبقى ده اكبر واحد، يبقى ده الكبير، ده البيجست، وده السمولست. ليه؟ لان الاريا عنده اصغر ما يمكن. يبقى الاي سي اكبر حاجه، الاي سي او ده اصغر حاجه، فالاي اي اصغر من الاي بي، صحيح اصغر من الاي سي. ده in the RC circuit below we close the switch S at time 0 second while the capacitor has a charge Q note after the elapse of one time constant، يعني T بتساوي تاو اللي هي RC. بيقول the charge on the capacitor يعني يحسب ال Q اللي هي بتساوي Q note في E أس ماينس T على ال RC. بيقول لي T بتساوي RC يعني Q note في E أس R C على R C يعني E أس ماينس واحد Q نوت، والE أس ماينس واحد بوينت حاجة بوينت 367 يعني 7 Q نوت. الاختيار ده موجود في البي. The paths of two electrons A and B that enter a uniform magnetic field are shown. If T is the time that the electron stays in the field and V is its speed. يبقى عندنا T هو التايم اللي أخذه في قطع نص دايرة، مسار نص دايرة، سواء الإلكترون A أو B، والV السرعة. بيسألني بقى العلاقة بين الزمن اللي قضاه كل إلكترون في الماجنتيك فيلد والسرعات. الأول نستنتج مع بعض التايم قد إيه لكل واحد فيهم، هو البريودك تايم اللي هو الزمن اللفة الكاملة، مش النص، اللفة الكاملة، 2 باي ار على في. طبعا النص نص الكلام ده اللي هو باي ار على في. طب والار نص القطر اللي هو ده او ده، بيساوي ام في
على ابسولوت الكيوب من غير اشاره في البي. طب احنا قلنا التي بتساوي 2 باي ار على في، 2 باي على في، والار اهي ام في على كيو بي. لو شلنا الفي مع الفي كنسلناهم مع بعض، هيكون البريودك تايم 2 باي ام على كيو بي. فواضح ان البريودك تايم او نص البريودك تايم او لو ربع دايره يبقى ربع البريودك تايم بيعتمد فقط على الماس ومقدار الشحنه وقيمه الماجنتيك فيلد. طبعا في الرسمه اللي عندنا دي الماجنتيك فيلد واحد بروتون، فنفس الماس ونفس الشحنه، وبالتالي كل دول ثوابت بالنسبه للتو الكترونز A و B، وبالتالي التايم A لازم يساوي التايم B. طيب بالنسبه للريديوس، واحد كبير واحد صغير، ار بي اكبر من ار اي، معنى كده ان الفي بي اكبر من الفي اي، يعني علاقه ار اي على ار بي، ار بي على ار اي يساوي في بي على في اي. وبالتالي نتيجه ان الار اي اصغر فالفي بتاعته اصغر، الار بي اكبر فنستنتج ان الفي بي اكبر، فالفي بي اكبر من الفي اي، فالعلاقه دي غلط. بقول ان الفي اي هي الاكبر، لا طبعا اللي الريديوس بتاعه اكبر اللي هو البي، الفي بتاعته اكبر، فده غلط. ولا متساويين، لان لازم طالما الريديوس اختلفت او الرادياي اختلفت فلازم الفيلوسيتيز تختلف، فالاثنين دول غلط. طب هل التايم اي اقل من التايم بي؟ لا، لا اقل ولا اكبر. التايم بيعتمد قلنا على الماس والشحنه كيو وعلى قيمة الماجنتيك فيلد، وبالتالي دول ثابتين بالنسبة للتو الكترونز، فيبقى لازم التايم A يساوي التايم B، سواء لربع دايرة أو نص دايرة أو فول سيركل، يعني لف دايرة كاملة. فالتي A يساوي تي B، ده الاختيار الصحيح. The figure shows a straight piece of wire carrying current I and points A, B, C. And D. Will all placed in the plane of paper. The magnetic field produced by the wire is. بيكلمنا على الاتجاه I direction ولا K ولا minus K ولا G. طب الطيارة اهو، هو عند نقطة مين؟ ما قالش. Is. مديني شوية اختيارات. طب هو يعني ادي الواير، وبالتالي طالع الطيارة ماشي كده، طالع كده، يبقى هنا بلس K لبره الصفحة، وهنا بلس كي. طبعا هنا زيرو على الخط، وهنا داخل لجوه الصفحة كده اهو، فماينس كي. دي مع التيار، وادي صوابع بتشير للماجنتيك فيلد، اتجاه الماجنتيك فيلد هنا لبره وهنا لجوه. فخلينا نشوف ايه بقى الخيارات اللي عندنا. ان ذا اي دايركشن، لا مفيش اي دايركشن خالص. ان ذا ماينس كي دايركشن، لو عندي نقطة سي كان صح، الكلام ده غلط. ان ذا جي direction at point C، لا point C minus G غلط. 0 at point D، اوكي ده الوحيدة اللي صح.